السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. هناك من العديد من الناس تريد أن تصبح مشهورة، من يرى أراد أن يكون مشهور، شهرته يعرفه كل أحد، يعني تجارة مثلا، تجارة، من أراد أن يصبح مشهور في التجارة، هو يريد أن يفتح متجر ويريد أن يصبح مشهورا بإذن الله. هذه الطريقة من المجربات، من عند المشايخ يقولون، أن يقول هذه الآية معروفة، اسمع اسمع اسمع، هذه الآية معروفة عند المشايخ والأولياء للشهرة، من أراد أن يداوم عليه ويصبح مشهورا سيصبح مشهورا بإذن الله، يداوم بنفس الطريقة التي سأقول لك، يداوم عليها يوميا، يقرأها يوميا بنفس العدد الذي سأقول لك، وستصبح مشهورا في أي مجال كنت، في دراسة، في عمل، في تجارة، في أي كنت، في أي مجالا، إلا إذا كان مجال الحرام فهو لا يعمل معك. فمجال الخير، الخير مثلا، تجارة، رزق، أي شيء أردت أن تصبح مشهورا فيه، فهذه الآية من المجربات الأكيدة. هذه الآية ستقرأ لمدة 8 أسابيع، 2 شهر 60 يوما ستقرأ هذه الآية، 1009 ستقرأ 1009 في جلسة واحدة، ومن الأحسن تكون في الصباح. الآية ستراها في الشاشة، الآية معروفة ومشهورة، ويستعملون العديد من الناس للشهرة، من أراد أن يشتهر ويصبح مشهورا بإذن الله، كل شيء بإذن الله. هذا كل شيء، وأتمنى لكم الخير، وإلى اللقاء، ومع السلامة. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله